أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة حول الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب بتسريع إرساء آليات الديمقراطية التشاركية ومواكبة ثورة الشبكات الاجتماعية عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتمكين المواطن من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام في إطار التكامل والتفاعل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. تفاصيل أكثر حول توصية الدراسة مع الزميلة نجاة بوتفسوت. أهلا بك نجاة. أهلا بك جوهرة وأهلا بكم مشاهدين الكرام. في دراسة حول الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع إرساء آليات الديمقراطية التشاركية وبمواكبة ثورة الشبكات الاجتماعية عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتمكين المواطن من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام. هذه الإجراءات تشمل تفعيل المجالس الاستشارية التي تم إحداثها مؤخرا ووضع إطار نموذجي للنظام الداخلي للجهات إلى جانب اعتماد آلية منظمة للتشاور والحوار التشاركي. وشدد المجلس على أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية كرافعة تسهل إعمال الديمقراطية التشاركية وتمكن من مقاربتها بطريقة مبتكرة. بهذا الخصوص سجل المجلس أن استعمال التكنولوجيا الرقمية في المغرب أضحى جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لفئات واسعة من المواطنين، وباتت هذه التكنولوجيات تساهم في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك بروز الأشكال الجديدة للاحتجاج مع تجاوز الهيئات الوسيطة التقليدية كالأحزاب السياسية والنقابات. كما أوصى المجلس بالرفع من مستوى إدراك السلطات العمومية والمجتمع المدني لمفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال العمل على إرساء تعاون متين بين الهيئات التشاورية الوطنية والمحلية والفاعلين المنبثقين من الديناميكات المجتمعية الجديدة داخل الهيئات التشاورية الوطنية والترابية، ووضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات والعمل على تحسيسهم بصلاحياتهم وطرق المشاركة الجديدة. واعتبرت الدراسة أن الأحزاب السياسية والنقابات مدعوة إلى تجديد نفسها من خلال المبادرة أولا إلى تغيير خطابها بما يجعله يتسم بدرجة أكبر من البراغماتيكا ويلائم بشكل أفضل طبيعة المخاطبين المستهدفين، ومن خلال تعزيز هياكلها بمزيد من الكفاءات من الشباب والنساء واستعمال تكنولوجيات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى سلطت الدراسة الضوء على حركة المقاطعة لبعض المنتجات الاستهلاكية عام 2018 من خلال تعبئة كبيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بدون ناطق رسمي في الفضاء العمومي، حيث أوصى المجلس بهذا الخصوص بتعزيز حماية المستهلك وتمكينه من سبل التظلم عبر تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بالنهوض بثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك. وتضمنت التوصيات المقدمة بهذا الصدد أيضا تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك وتبسيط المصادر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك وتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي وإشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدم الخدمات أو السلع. وقد أوصى المجلس كذلك بإرساء مزيد من التعاون بين المجلس مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة من أجل التصدي لأي ممارسة تجارية يكون غرضها تحقيق الربح على حساب صحة أو سلامة المستهلك من خلال تقديم منتوج ذي جودة متدنية وعدم احترام المعايير المعمول بها وبتحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة.